ما قدرتش تمسك نفسها ورقصت على صوت أمال ماهر كانت في قمة سعادتها وبتردد معاها الأغنية. ظهور خاص ومفاجئ لأيتن عامر في حفلة أمال ماهر في المملكة العربية السعودية، مش هتصدق اللي عملته. مقطع فيديو نشرته الفنانة أيتن عامر على حسابها الرسمي في الساعات اللي فاتت وثق وجودها في حفل المطربة أمال ماهر في المملكة العربية السعودية، وكانت في مكان مخصص ليها. أيتن تفاعلت مع صوت أمال ماهر وهي بتغني الأغنية الشهيرة لكينج محمد منير، علي صوتك بالغنى. وهنا ما قدرتش أيتن تتمالك نفسها، ومن فرحتها بصوت أمال ماهر دخلت في وصلة رقص ورددت الأغنية كمان مع أمال ماهر. مش بس كده، لكن كمان فاجئت الكل برد فعلها بعد ما خلصت أمال ماهر الأغنية وبدأت تصفر وتشجعها في مشهد مبهج خطفت أنظار المتابعين على السوشيال ميديا. بحسب المقربين من أيتن عامر فهي كانت في قمة سعادتها لما شافت أمال ماهر على المسرح، وهي من عشاقها وكمان من عشاق أغنية الكينج، وعشان كده قررت توثق اللحظات دي اللي ظهرت فيها وهي بترقص على صوت أمال ماهر. المفاجأة إن في الفترة اللي فاتت كان الوضع مختلف، وأيتن عامر هي اللي أحيت حفلها الأول في واحدة من البواخر النيلية، ووقتها بدأت أيتن عامر حفلها بأغنية ست وأنا اللي قدمتها مع النجم أكرم حسني، وتفاعل الجمهور الحاضر معاها ورددت كلمات الأغنية. مش بس كده، لكن كمان في الحفل ده قدمت وقتها أيتن عامر أكتر من 8 أغنيات ليها زي تبادل النظرات وإكشف وبناقص وماليش في القفش، ده غير كمان أغنيتها من فيلم زنقة ستات. وفاجئت وقتها أيتن عامر الجمهور وقدمت أغنيتين للفنان رضا البحراوي وأغنية للفنان أحمد عدوية وأغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور، وكمان أغنية نسم علينا الهوى للفنانة الكبيرة فيروز وأغنية أما براوة للفنانة نجاة الصغيرة. أيتن كمان اتكلمت في اليوم ده عن حفلها وقالت في رسالة لجمهور مبسوطة جدا بأول حفلة ليا والتفاعل مع جمهور مختلف تماما، وردود الفعل في وقتها بتكون أفضل من إنك تنزل أغنية على منصات والسوشيال ميديا، واكتشفت إن الأغاني بتكون أحلى كتير عن التسجيل في الاستوديو لأن اللايف بيكون أحلى والفرقة الموسيقية بتعمل روح مختلفة ليها. وردود الفعل كانت خطيرة وده ظاهر في الفيديوهات لأن الناس أول مرة يشوفوني لايف، وكمان ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي كانت حلوة جدا ومتفاجئين. وقالت أيتن عامر كمان ما كنتش خايفة من تجربة إقامة حفل غنائي وده ظاهر في الفيديوهات وان الجمهور متقبل ادائي، وانا مش بغير مهنتي لان انا في الاول كنت مطربه واتخذت من الغنى للتمثيل. وفي مفاجاه من العيار الثقيل كشفت عنها ايتن عامر وقالت ان شاء الله في حفلات جايه كتير، لان بعد اول حفله عملتها في شركات كلمتني على اقامه عدد من الحفلات في الفتره المقبله، ولكن هتكون بشكل مختلف ان شاء الله ويكون فيها شو اكتر من كده.